بجد التحيه لك من جديد كابتن ايمن شوقي، والتحيه ايضا والشكر موصولين ايضا لكابتننا الكبار نجوم الاستوديو التحليلي وجمهور النادي الاهلي العظيم اللي البدايه على طول هكون معاه. يعني استاد الاهلي والسلام الحقيقه حاجه ممتعه جدا بحضور جمهور النادي الاهلي، تواجدهم وهتافهم وتشجيعهم قبل المباراه ودورهم الكبير جدا في هذه المرحله الكبيره والدقيقه جدا مع فريق النادي الاهلي في الانطلاقه المميزه والرائعه اللي بناملها ان شاء الله يا كابتن ايمن. يستمر النادي الاهلي بجهازه الفني على التركيز الكبير والاصرار الكبير جدا الحقيقه اللي احنا شايفينه، ان النادي الاهلي ان شاء الله في هذا الموسم يكون على كل منصات التتويج كعاده فريق النادي الاهلي. يمكن كل الامور الحمد لله مشيت بشكل طيب جدا من استعدادات ووجود في فندق الاقامه حتى وجودنا هنا الى استاد الاهلي والسلام اللي استقبل النهارده مباراه الاهلي واسوان. ارضيه الملعب حاجه ممتازه جدا، الجو كمان مميز جدا الحقيقه يا كابتن ايمن. يعني ان شاء الله باذن الله كل المناخ والظروف المحيطه بهذه المباراه تكون موفقه وتكون في مصلحه النادي الاهلي. القياده الفنيه الممتازه المستر كولر اللي بندعمه بشكل كبير جدا، بنتمنى ان شاء الله باذن الله مزيد من التركيز. كل اللعيبه بتجتهد بشكل كبير جدا، الراجل بيوزع المجهود على الكل، بيقعد مع كل اللعيبه فردي جماعي، بيحاول ان هو كل الامور الصغيره يتكلم فيها مع الجهاز الفني ويطبقها. ممكن تلاقي لعيب بيزود، شفنا لعيبه النادي الاهلي بعد مباراه الاسماعيلي زودت بلغه الكوره اللعيبه اللي يمكن خدت دقائق بسيطه، ثاني يوم كان في تدريب، فالتركيز كبير جدا من الجهاز الفني. لعيبه النادي الاهلي مساعده بشكل كبير جدا الجهاز الفني على الاستمرار في الانتصارات وفي الاداء، لكن توفيق ربنا ان شاء الله يكون معانا. مكاسب كثيره جدا في المباراه الماضيه، بننتظر ان شاء الله ايضا كمان تكون مكاسب اكبر مع النتيجه ومع الاداء المنتظر من لاعبي النادي الاهلي. يمكن زي ما انت سامع كتام الهتاف على طول بالنسبه للجمهور لكل لعيبه النادي الاهلي والشناوي الحقيقه اللي بيجري عمليات الاحماء. يا رب ان شاء الله باذن الله حافظ على لعبتنا، عودي بيرسي تاو منتظرينه حتى ولا ياخد جزء بسيط من مباراه اليوم، لان احنا عايزين نشوف ان شاء الله فول باور في مباراه الزمالك السوبر ان شاء الله المنتظره. اجواء طيبه جدا ينقصنا ان شاء الله التوفيق، ويا رب يكون توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي ويحصد 3 نقاط هيكونوا مهمين جدا معنويا ونفسيا مع فريق النادي الاهلي قبل مباراه السوبر المنتظره. اخر نقطه يا كريم، ودي برضو ابتدت بعض الصفحات اللي هي المغرضه تتكلم عنها، عن علاقه اللعيبه ببعضها وعلاقه اللعيبه مع المدير الفني، اللعيبه اللي ما بتلعبش واللي يقول لك زعلانه واللي عايز يمشي واللي بيتكلم بيهاجم. عايزين برضو، انت قريب جدا جدا من اللعيبه، كلمنا عن علاقه اللعيبه ببعضها وعلاقه اللعيبه بالجهاز الفني. يعني انت عارف طبعا يا كابتن ايمن النادي الاهلي بمجرد نجاحه وفوزه في اي مباراه في اي انطلاقه لابد تلاقي كل العوامل المحيطه بتحاول ان هي تقلل من النادي الاهلي وتقلل من لعيبه النادي الاهلي، لكن الشغل المبذول ومجلس اداره النادي الاهلي اختياره الموفق في الجهاز الفني بالكامل، الراجل انا باكد على علاقته الطيبه جدا، الحب اللي شفناه، يعني الحضن الكبير جدا اللي منعم يمكن راح له في مباراه الاتحاد المنستيري. لعيبه النادي الاهلي في كواليس صغيره جدا ما بتبانش طبعا للي خارج جدران النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي كبيره جدا عارفه قيمه النادي الاهلي، الحب موجود، اللعيب اللي ما بيلعبش مستر كولر بيكون ليه رؤيه. شفنا كريم فؤاد، الناس ممكن تتخيل ان حسين الشحات متواجد، ليه حسين ما ينزلش؟ هو الراجل شايف في مهام معينه بيديها، وكمان توفيق ربنا ما بيبقى مع اللاعب بينجح المدير الفني وقراراته. لعيبه النادي الاهلي كلها على قلب رجل واحد، اوضه اللبس سر النجاح وده اللي احنا عارفينه، خبرات الكبيره وكباتننا الكبار بوجودك كابتن ايمن انت عارف سر النجاح والعلاقه الطيبه جدا مع لعيبه النادي الاهلي اوضه اللبس، اوضه اللبس كلها نجوم، كلها لعيبه كبار، كلها عارفه قيمه النادي الاهلي، النجم هو النادي الاهلي والنجم هو جمهور النادي الاهلي. بناكد على هذا الامر، كل اللعيبه علاقاتها طيبه جدا، كل اللعيبه بتحاول ان هي تيم ورك واحد، النجاح في الاخر خالص بيتنسب للنادي الاهلي. فاي كلام واي احاديث نادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي خلاص يعني ما بتسمعش لهذا الامر، عندها هدف وحيد نعدي هذه المباراه المهمه جدا، وان شاء الله باذن الله الجديه الكبيره وروح الفانله الحمراء نشوفها في مباراه السوبر، واستطيع النادي الاهلي بمشيئه الله وبجهد اللاعبين ان شاء الله باذن الله ان يكون بطل السوبر ان شاء الله يا كابتن ايمن. جزيلا زميلنا العزيز كريم، وزي ما قال كريم اوضه اللبس فعلا سر من اسرار نجاحات النادي الاهلي.